يعني اليوم لجنة الصحة النيابية شرفت بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي. بالطبع يمكن كل اللبنانيين بيعرفوا شو سبب الاجتماع. الاجتماع هو سببه الارتفاع اللي صار بعد رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة. نحن بنعرف انه في 35 مليون دولار هودي انعطوا لوزارة الصحة لدعم الأمراض المستعصية والمزمنة والأمراض السرطانية. وإجا يعني معالي الوزير لما قالوا له مصرف لبنان احنا أول هالقد فينا نعطيك مصاري، إجا نقى الأولويات. بالطبع هو بده نقى الأولويات، يعني هو ما ذنبه زلمة، قالوا له هاو 35 مليون دولار نقى الأولويات عندك، نقى الأمراض المستعصية والمزمنة والمستلزمات الطبية. المستلزمات الطبية 10 ملايين ودواء كان تقريبا 25 مليون دولار. في الامراض المستعصيه والمزمنه، الامراض المستعصيه والسرطانيه تقريبا بتاخذ تقريبا 17 مليون دولار. ده في 7 او 8 ملايين دولار. هاو 7 او 8 ملايين دولار هودي للامراض المزمنه. نحن نعرف انه هودي 7 او 8 ملايين دولار ما بيكفوا للامراض المزمنه. مشان هيك اجوا حطوا الدعم على شطور معينه، انه الدواء اللي حقه لخمس دولارات حط عليه 25% دعم، ومن 5 إلى 10 حط عليه 45%، واللي من 10 وطالع حط عليه 65%. مع هذا وكله بسبب انهيار الليرة اللبنانية، إذا حسبنا بس الفرق، إذا كان دواء 65%، يعني 35% اللي هو مفروض مش مدعومين بيطلعوا أكثر من الحق شو اسمه. فعشان هيك الدواء لما طلعت النشرة تبع أسعار الدواء حياةً يعني شيء مخيف، يعني دواء السكري في بعض أدوية السكري وصلت، وخاصة الإنسولين اللي هو دواء كثير مهم، الإنسولين وصل ل 700,000، في أدوية سكري حبوب 500,000، أدوية الضغط كمان كثير عالي، أدوية الأمراض الأعصاب. زميلنا الدكتور علي المقداد وبيعرف قديش مهمة هالدواء هذا، إنه ما يتوقف ولا حبة، لأنه ممكن واحد يصير عنده نوبة سرع حقها 500,000. فإذا بنحكي بأوضاع اقتصادية صعبة مثل الأوضاع اللي عم يعيشوها اللبنانية هلا، أنا بقول حسب المعطيات اللي عم تجينا من منظمات دولية إنه 70% من الشعب اللبناني ما فيه يشتري الدواء، ما فيه يشتري الدواء، شو بيعمل؟ عشان هيك نحن امبارح كلجنة صحة حكينا مع بعض وقلنا نحن هذا مش مقبول، هذا بالنسبة لنا مش مقبول. طلبنا دولة الرئيس وجينا لعنده وقعدنا نحن وياه وحكينا معه بالقصة، يعني حطيناه بمعطيات. وبرجع بقول انه يعني حياتا بما انه الوضع الاقتصادي كتير صعب، اضطرينا نحن اليوم نجي ونقول له لدولة الرئيس هذا الوضع شيء مش مقبول، فشو الحل؟ هلا نحن حكينا نحن وياه، بس شو الحل؟ يعني حكينا بعدة حلول. هلا بالنسبة لانه 35 مليون دولار، هل ممكن مصرف لبنان يعملون اكثر لحتى نقدر نغطي جزء أكثر بالدعم، بدل ما يكون 65 يكون 85، وبدل ما يكون 45 يكون 75. هلأ هذا اجتماع بيتم بين دولة الرئيس وبين الحاكم وبين وزير الصحة، معالي وزير الصحة الدكتور فراس أبيض. هذا يعني بعد اجتماع دولة الرئيس مع الأطراف. هلأ حطينا حلول تاني، من الحلول التانية أنه كمان شركات الدواء تيجي تقول والله يستلموا من شركات الدواء على يدفعوا لها بالليرة اللبنانية على سعر الصيرف. يعني هيك بكون تقريبا حسب ما حسبناها هلا فوق بنوفر 20% من اسعار الدواء، يعني انه بيصيروا الشركات الدواء ياخذوا الدولار على سعر الصيرف، يعني 20% تقريبا في فرق بين سعر الصيرف والسعر السوق، وهذه بتوفر 20%. كمان انحكى يعني بعض الزملاء طرحوا عدة شغلات، اللي هي انه مثلا المكتب الوطني للدواء، انه نفعل المكتب الوطني للدواء اللي هو بالزمان طلع وكان له حق بالقانون انه هو يستورد الدواء وهو يبيع الدواء، يعني هو يوزع الدواء ويبيعه هون بلبنان. كمان هيدي من الشغلات اللي حكينا فيها. وشغله اللي على يمكن دكتور فادي بيعطيكم فكره اكثر عن المكتب الوطني، حكينا بقصه البطاقه التمويليه. طيب نحن لما اتفقنا، لما قالوا انه بده يرفعوا الدعم وحكينا بالبطاقة التمويلية، على أساس تطلع البطاقة التمويلية مع بالتوازي مع رفع الدعم، تبين أنه رفع الدعم والبطاقة التمويلية لغاية هلا بعدنا بمحل لغاية هلا، مع العلم أنه مجلس النواب عمل اللي عليه،
مجلس النواب عمل على بالنسبه للبطاقه التمويليه. بقى اللي بقى فيها هو انه السلطه التنفيذيه هي مفروض تطلع البطاقه وهي تصدر البطاقه هذه. يعني نحن بوضع كثير صعب، القطاع الطبي عم بيعاني الامرين، سواء بالكلفه الاستشفائيه الغاليه اللي المريض مش قادر يدفعها، وكمان المستشفيات مش قادر تواكب كمان ارتفاع سعر الدولار المخيف اللي عم يطلع بين يوم ويوم. فمشان هيك نحن حقيقه يعني بدنا نشد الاحزمه ونشتري ادويه الجينريك من يوم راح، لانه ادويه الجينريك يعني بتخفف علينا كمان مصاريف، ودعم الصناعه الوطنيه، لانه الصناعه الوطنيه هي كمان حل من الحلول. وشكرا. تفضل. بس هلا بالنسبه لمراكز الرعايه الصحيه، نحن عندنا 240 مركز بلبنان. هال 240 مركز عم بيجي منهم دواء على الاتحاد، من الاتحاد الاوروبي ومن اليونيسف. مفروض تتفعل هيدي مراكز الرعايه الصحيه، يعني مش كل المراكز مثل بعضها، في مراكز كتير كبيره وفي مراكز كتير صغيره، مفروض هالمراكز تتفعل. وطرحنا شغله كمان مع دوله الرئيس، وحكي مع الدكتور فراس ابيض وزير الصحه، انه المريض لما يروح لعند طبيبه الخاص يكتب له روشتة، يجي على مراكز الرعايه الصحيه انه يعطوه الدواء، مش شرط انه يكون يعني مريض جاي على مركز الرعايه. هيدي شغله كثير مهمه، هيدي ممكن تشجع الناس انه ودوله الرئيس قال انه في يعني هون عم بيتفاوضوا مشان يجي هبات من مؤسسات دوليه، وهيدي الهبات هيدي كمان بتسد حاجه المراكز الرعايه الصحيه اذا كان فيها نقص، لانه في نقص. الدكتور علي امبارح عمل بحث هيك بسيط، لانه في نقص ببعض المراكز الصحيه على ادويه كثير حساسه وكثير مهمه. فهلا اذا اجت هبات، هيدي كمان الهبات بتسد حاجه من النقص الموجود بمراكز الرعايه الصحيه. تفضل. انا بس بدي بس بسرعه وبايجاز، يعني استمعنا لدوله الرئيس والحلول اللي عم يقدر يشتغل عليها اليوم ضمن الامكانيات المحدوده الواقعيه، بس نحن كمان كان عندنا طرح موضوع تفعيل مكتب الدواء اللي هو موجود قانون 30 سنه بالدوله اللبنانيه، وممكن هيدا المكتب الدواء الوطني للدواء يقدر هو يستورد ديركت الادويه، وادويه اذا بدنا نفوت بالادويه المستعصيه والمزمنه الادويه الغاليه، ويفوت بمفاوضات مباشره مع المصنع بالخارج يقدر يستورد. هلا بتسالوني وين بيجي التمويل؟ اليوم دوله الرئيس عم يسعى مع الورلد بانك ومع جهات ضامنه ومانحه خارجيه لتامن التمويل. هذا ساعتها بيكون عمليه شفافه واسرع لهم، انه يعرفوا انه في هيئه حكوميه موجوده فيها تفاوض منا، اول شيء منامن الادويه الغاليه للناس، وبنفس الوقت نخلص من مشاكلنا مع المستوردين مع المحتكرين لليوم لاغراض بحث تجاريه عم بيحرموا المواطن من حقه، واليوم عم بيروحوا ما تاثروا اصلا، لانه عم بيطلعوا لبرا بياخذوا كاش من المستشفى ومن المريض ومن الصيدلي. بهيدي احدى الحلول. الحل الثاني كمان لنستفيد من قيمه ال 85 مليون دولار اللي انطرحت اليوم اللي هي مدعومه، انه نتوجه بقوه على استعمال الجينيريك. نحن بالدوله اللبنانيه عندنا مشكله بمفهومنا للجينيريك، يعني لما بيكون باوروبا وبامريكا نسبه استعمال الجينيريك هي 80% و90% بيكون البراند، نحن بلبنان العكس تمام. بده يكون في دور اساسي، نحن كلجنه صحه، الحكومه، نقابه الاطباء، الاعلام كمان يساعدونا نوعي الناس، لانه اليوم بال 35 مليون دولار عم نعتمد على جينيريك بدل البراند، رح نقدر نجيب كميات اكثر، رح نقدر نساعد اكثر ونعطي الناس اكثر. بس حبيت انا ازيد هولي. دكتور بس عندي سؤال. نعم تفضل. السؤال وين بدنا نصرف الشيء اللي صار اليوم عمليا على الارض؟ وبالتالي على مواقع التواصل الاجتماعي دائما هجوم على وزير الصحه وينه؟ وحتى اليوم ما هو موجود معكم. هلا يمكن الاجتماع كان اجتماع طارئ، ويمكن ما يعني ما ندعى وزير الصحه على الاجتماع. نحن جينا كلجنه صحه نيابيه، بس دوله الرئيس حكى معه لوزير الصحه وحطه بالاجواء. وبالطبع يعني هلا انت معك حق انه ما فيك هلا بين ليل وضحاها كل هالقصص اللي حكيناها انه تتغير. هلا نحن طرحنا الحلول، نحن علينا كلجنه صحه نطرح الحلول، بس كلجنه تنفيذيه كسلطه تنفيذيه صحيح، السلطه التنفيذيه رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء نجيب مئاتي قال انه هيدي الحلول بده يمشي فيها، انه 20% انه على سعر الصيرفي بده يمشي فيها، انها بتوفر 20%. هلا الهبات اللي بدها تيجي على المستوصفات مراكز الرعايه الاجتماعيه، صار اذا واحد راح لعند حكيم ما بدوش يروح على المستوصف، صار كمان هيدي بتوفر عليه. انا معك ما في حلول سريعه،
يعني هي الحلول السريعة إنه الاجتماع اللي حيصير بينه وبين حاكم مصرف لبنان يزيد الدعم بعد الظهر اليوم، يزيد الدعم لحتى للأدوية المزمنة لأنه هديك السرطانية والسنية هايدي إنه يزيد الدعم. فعشان هيك هايدي ممكن تكون حل من الحلول كمان الطرق. هيدي الحلول ممكن تنعمل بين وزير الصحة وبين دولة الرئيس مئاتي وبين حاكم مصرف لبنان إذا في بده يزيد الدعم. وهديك القصص الثانية كمان قصص سعر السيارة فيه كمان هيدي ما بدها اجتماع حكومي. حتى لو الحكومة ما اجتمعت بس كان دولة الرئيس عم بيقول إنه يمكن يدعي لجلسة، ألا ما سمعتها منه جوا، سمعتها بالإعلام. بس بدي عقب شبه الدكتور عاصي يمكن أعطى صورة كافية وافية على الموضوع بالتفاصيل. نحن بنسأل شو الحل؟ نحن بدنا حل اليوم قبل بكرة، لأنه المواطن اليوم ما فينا نقول له انطور بعد أسبوع لحتى تجيب 5 مليون ليرة لتجيب فاتورة الدواء لك ولعائلتك. هاي أول شغلة، هذا النهاية لدولة الرئيس. الحل اليوم بده يكون عند مصرف لبنان. الواسطة لحتى نجيب هالمصريات هودي من مصرف لبنان هو دولة الرئيس الحكومي اليوم. خلينا نحكي بكل صراحة، المسؤولية اليوم على حاكم المصرف. وزير الصحة مع دولة الرئيس بيقعدوا معه اليوم مع حاكم المصرف بيعطينا، تعرفوا قداش نحن عم نحكي ب10 مليون زيادة. يعني وقت كنا ندعم المحروقات مليارات الدولارات بالسنة، وقت كنا ندعم المواد الغذائية بمليارات، نحن عم نحكي بدواء 10 مليون دولار بس نزيده بالشهر للأمراض المستعصية. ما حدا يفكر إنه نحن عم نطلب شيء كبير. هذا المواطن بد هالقد دولار يمكن بالنهار بكفيه دعم. اللي عم نقوله طلبنا كتير بسيط، هو صح كبير بس اليوم بيقدر مصرف لبنان يأخذ قرار. نحن هلأ أعطينا فرصة، ما عم نهدد بس للتنين ثلاثة. إذا فعلا ما صار فيه زيادة التغطية، زيادة الدعم، في شيء بدنا نحن نعمله كلجنة صحة كناس كمان ما بعرف، لأنه مستحيل نقبل هذا الموضوع يكفي هيك. لا لا، التمويل عم قول موجود بمصرف لبنان. مصرف لبنان 10 مليون دولار بيقدر بياخذ قرار بدقيقة. اما هلا شو بده يجي جديد، بده ما حدا دولي مش حتنكسر 10 مليون دولار.